الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا، أهل السنة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل. أهل السنة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. أهل السنة يثبتون لله عز وجل صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. كم رقم القاعدة هذه؟ غريبين أنتم. الله الله، بس خلاص خلوا الطبق مستور. 6 أقوال، 34. نشوف في الأخير. لما رأيكم في إنسان دخل على ملك من ملوك الدنيا فقال له: أيها الملك الهمام، أنت ملك قوي حكيم جبار قدير بطل همام شجاع طويل جسيم مهيب جميل، كم من صفة، لكن كلها كمال. هو فصل في صفات الكمال، هل سيمل الملك من سماع هذه الصفات؟ بل إن المبلغ الذي سيكتب في الشيك يختلف ضخامة وعلى حسب صفاتك. زد أنفق ننفق عليك. إذن الكمال في صفات الإثبات أن تفصل ولا تجمل. هكذا جرى القرآن في آيات كثيرة. اسمع إلى قول الله عز وجل في آخر سورة الحشر لما كان المجال مجال إثبات، عدد: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. الله الله الله، لماذا فصل هنا؟ لأن المقام مقام إثبات صفات كمال، والمشروع في صفات الكمال إثباتها على وجه التفصيل. ولذلك أكثر آيات القرآن مختومة باسمين من أسماء الله، وهو الغفور الرحيم العزيز الحكيم السميع البصير العلي العظيم، أليس كذلك؟ فإذا ما دمت في مجال إثبات صفات الكمال ففصل، وكلما فصلت لا يمل سماع هذا التفصيل. لكن إذا جاء في صفات النقص وتبي تنفيها، إياك أن تفصل في النفي، ترى قلة أدب التفصيل في النفي. مثلا ما رأيكم في ذلك الشاعر بعد أن أعطاه الملك شيئا جميلا، قال: لا واصبر بعد شوي يا أيها الملك، أنت لست بجبان ولست بضعيف ولا بخواف ولست بزبال ولست ببقال ولست بزان ولا بلوطي ولست 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 ولست. هو صادق في هذا النفي ولا لا؟ لكن ايش بيقول له الملك؟ عطنا الشيك بس، يا ليت يقول عطنا الشيك بس. فإذا لا، أيهما أحسن، هذا التفصيل ولا يقول: يا أيها الملك أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا ويسكت؟ أيهما أدخل في التعظيم، الإجمال ولا التفاصيل؟ إذن جادة الأدب في إثبات الصفات أن تفصل، وجادة الأدب في نفي النقص أن تجمل. فإذا كان هذا هو الأدب مع المخلوق فكيف مع ملك الملوك عز وجل؟ ولذلك القرآن والرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. مثلنا على الإثبات المفصل، النفي المجمل: لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا ولا تشركوا به شيئا. باب النفي يجمل ما يفصل. ما قال: لا تشركوا به ملائكة ولا أنبياء ولا رسلا ولا أكهوفا ولا مغارات ولا بقرا ولا، لا تشركوا به شيئا، ليس كمثله شيء. لم يقل: ليست الملائكة كمثله، ليست الأنبياء كمثله، ليست الأولياء كمثله، ليس كمثله شيء، وانتهينا خلاص. فإذن هذا هو جادة الأدب مع الله عز وجل في باب الإجمال. إلا أن الفقهاء، إلا أن العلماء قالوا إن هذه القاعدة ليست قاعدة كلية بل قاعدة أغلبية، بمعنى أننا نجد أحيانا قليلا في الأدلة إثبات مجمل ونفي مفصل. الإثبات المجمل كقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، فهذا إثبات كمال ومع ذلك أجمل ولم يفصل. والنفي المفصل كقوله: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا،
وقول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا لا. لكن الأغلب أنه في نفي النقص يجمل، والأغلب أنه في إثبات الكمال يفصل، فهي قاعدة. إيش يا سيد؟ قاعدة إيش؟ قاعدة إيش؟ أغلبية لا كلية.